النتيجة أنه اليوم جولات التراخيص عندما نتحدث عن زيادة ماذا حققت؟ حققت زيادة، أنا أتكلم يعني بموجب اختصاصي كمهندس نفط وبموجب يعني عملي بشركات النفط الاستخراجية، بالإضافة إلى عملي الحالي اليوم كمدير عام لدائرة العقود اللي هي مشرفة ومتابعة لهذه الفعالية. زين. تحقق الزيادة بالطاقة الإنتاجية مقدارها بحدود 1,800,000 إلى 3 ملايين برميل باليوم. هذا إنتاج إضافي، هذا إنتاج متأتي بسبب جولات التراخيص. العوائد المالية المترتبة على هذه الزيادة خلال فترة 10 سنوات عمر جولات التراخيص، على اعتبار بدأت من 2010 إلى احنا في 2020، بحدود 360 مليار دولار، قسمها على 10 سنوات، بالسنة بحدود 36 مليار. هذا فقط مبالغ مالية متأتية من الزيادة بالطاقة الإنتاجية. إذن هذه أموال جاءت طبعا بالإضافة إلى الإنتاج الأساس، لأن تعرف حضرتك إحنا بالأصل عندنا إنتاج أساس. صحيح. فهذا يعني هذا خلينا نقول عوائد مالية تحققت طفرة نوعية بكوادرنا الآن اللي موجودة، كوادر فنية قادرة على إدارة الفعاليات النفطية.